بسم الله. الكيبورد شورت كات، الكيبورد شورت كات بيبقى اختصارات، بحيث ان انا بدل ما اقعد ادور على الامر اللي انا عايزه، يعني مثلا انا عايز اقيس المسافة ديت، فمش فاكر فين امر ميجر، مش فاكر في موجود في انهي قايمة، فمجرد ان انا حرف الام واقول مثلا انا عايز اقيس من هنا لهنا، تمام، هيبدأ يجيب لي المسافة بتاعتي. تمام، عشان كده انا محتاج ان انا ابقى اتحكم في الاختصارات واظبط الاختصارات زي ما انا عايز. فمن اوبشن ورك انفايرمنت بلاقي هنا كيبورد شورت كات، وبلاقي هنا بكل بساطة مثلا قائمة فايل، قائمة اديت، قائمة فيو، ديزاين، كل القوائم وكل الامر الموجودة فيها. وانت تبدأ تختار، تبدأ مثلا امر كات، هل هو الاختصار ملوش اختصار؟ طيب انا دلوقتي مثلا بفرض ان انا هقول له خلوا لي حرف السي، هيقول لي لا ده هو السي موجود هنا لامر معين، فالامر دوت هل انت عايز اساين ان واي، هيلغي الامر دوت ويخلي السي مرتبطة بالقط، تمام، او اربطه بحاجة تانية، يعني مثلا حرف الاس مش موجود، تمام، فمثلا لو جيت على امر كوبي ملوش اختصار، تمام، تقدر تشوف ممكن تلاقي في بعض الحاجات اللي اختصارات وحاجات مالهاش اختصارات، انت تبدأ تشوف هل الحاجة اللي انت عايزها دي ليها اختصار ولا لأ. يعني مثلا ايه حرف الام، احنا قلنا ميجر فهو موجود، فبيقول لي لو انت قلت له اساين اني واي بعد كده وانا شغال في البرنامج ده ودوست حرف الام، هيبقى الام ده الفايند سيلكت بيش لميجر، تمام، او دور حاجة تانية، وممكن تستخدم امر الكنترول ام مثلا، تمام، او الت ام مثلا، تمام، او شيفت ام، تبدأ تشوف ايه الاختصارات اللي ممكن تشتغل معاك، بحيث ان انت تظبط الاختصارات بتاعتك على اوامر تكون ممكن تكون شغال على 3 دي ماكس او اوتوكاد او ريفيت، وتعطى على اختصارات معينة وعايز تحطها هنا، تمام، او عايز تضيف، عايز مثلا القط والكوبي والبيست، عايز تديها شوية اختصارات. الامر اللي استخدمها كتير بتحس ان انت محتاجها، ممكن كل شغلك تيم ورك، فعايز تظبط السند شينج دي مثلا يبقى لها اختصار معين، فتبدأ تظبط لها الاختصارات بتاعتها.